تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتميزة إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معي اليوم في الإعداد الأستاذ حسني البلاونة، وفي التنسيق والمتابعة والإخراج مخرجنا المتميز الأستاذ نمر محمد، وأيضا أرحب بالأخت آمنة العلي بتشاركنا إن شاء الله اليوم في تقديم البرامج، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. صبحكم الله بالخير جميعا بالنور والعافية. آمنة صباح الخير. صباح النور عبد الله. الله يحييك. مستمعينا ايضا من خلال برنامج صحه وسعاده نرحب بتواصلكم معنا، ونرحب باتصالاتكم مشاركاتكم على الارقام 600551414، وعبر الرسائل النصيه القصيره اس ام اس 4006. ومثل ما عودناكم مستمعينا أن نستعرض معاكم فقرات برنامجنا لهذا اليوم، وعندنا أول خبر أو أول تذكير بخصوص موضوع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بكورونا فيروس. نذكركم دائما مستمعينا الأعزاء بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية طبعا دائما لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، ودائما نكون حريصين على ترك المسافة أو مسافة آمنة مع الآخرين، ونحافظ دائما على لبس الكمام، وخاصة مستمعينا في الأماكن المغلقة. ولا تنسون دائما غسل اليدين بشكل مستمر ولمدة لا تقل عن 20 ثانية أيضا، ونتمنى لكم جميعا دائما الصحة والسلامة. فنستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم. عندنا دائما أخبار، عندنا خبر محلي وأخبار عالمية. خبرنا لهذا اليوم السلم صديق القلب، الأخت آمنة العلي بتقرأ لنا الخبر عقب بندردش معاها على أهمية السلم وهو أيضا صديق القلب. وأيضا لدينا خبر عن وضع المطهرات بعيدا عن متناول الأطفال، وخبرنا الأخير عندنا أخبار حلوة اليوم عن النباتيون عرضة لنقص عدد من العناصر الغذائية. دائما فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها. عندنا فقرة خدمات هيئة الصحة اليوم مستمعينا الأعزاء، فقرة مهمة عن خدمة زراعة الكلى بمستشفى دبي، بنتكلم عن هذه أيضا الخدمة مع أحد الدكاترة بهيئة الصحة بدبي. وكما عودناكم أيضا مصطلحاتنا الطبية بشكل يومي، ومصطلحنا الطبي لهذا اليوم السكتة الدماغية. وأيضا عندنا فقرة مهمة تخص الأطفال، ألا وهي طريقة الجلوس الصحيحة للأطفال أمام الكمبيوتر والأجهزة التقنية، وآخر فقرة الصحة المدرسية. هاي كلها فقراتنا مستمعين الأعزاء لهذا اليوم. مثل ما تلاحظون فقرات منوعة، وفيها يعني فقرات طبية وفقرات تغذية وتقنية، يعني ما شاء الله البرنامج اليوم حافل يا أختي آمنة. فخلنا ناخذ مع الأخت آمنة العلي السلم صديق القلب. قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن لسمك السلمون فوائد صحية عدة، ويحمي من الإصابة بأزمة قلبية أو السكتة الدماغية. وأوضحت الجمعية إن سمك السلمون غني بالأحماض الدهنية أوميغا 3، والتي تخفض الكوليسترول الضار وترفع المفيد منه، وتخفض ضغط الدم المرتفع، وتحسن خصائص سيولة الدم، مما يحمي من الأزمات القلبية أخوي عبد الله والسكتات الدماغية. نعم أختي آمنة، طبعا يعني الأسماك بشكل عام مفيدة، ولكن اللي يميز السلمون بأنه نسبة الأحماض الدهنية فيها يعني في هاي النوع من الأسماك عالية، اللي هي أوميغا 3.
وأيضا مستمعينا تنصح الجمعية بتناول الأسماك بمعدل مرتين أسبوعيا. طبعا نحن في مجتمعنا تعرفين أننا ناكل يمكن 7 مرات في الأسبوع أسماك، فهذا طبعا شيء صحي ومفيد. نعم، وفي عبد الله أصلا نعم. السلمون طعمه وايد لذيذ وله صحيح. أكثر من طريقة ينأكل فيها. نعم. فالصراحة ننصح المستمعين اللي مو مجرب السلمون للحين لازم يجربه. صحيح. ومن السلمون اختئامنا بناخذ النباتيون عرضة لنقص عدد من العناصر الغذائية. بس لا يزعلون علينا النباتيون. لا يزعلون، لأن أصلا يعني في نهاية الخبر يعني في هناك إشارة بأن النباتيون أيضا يعني البرنامج الغذائي مفيد جدا للصحة. نعم، يقول الخبر أن البروفيسور هانز أن الأشخاص النباتيين عرضة لنقص بعض العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين B12 المهم لبناء الدم والأعصاب، واليود المهم لعمليات النمو والغدة الدرقية والأعصاب والمخ والجهاز القلبي الوعائي. وعلل أخصائي التغذية العلاجية الألماني بأن الجسم يمتص هذه العناصر عبر المواد الغذائية النباتية بصورة أقل مقارنة بالمواد الغذائية الحيوانية، ولتجنب نقص هذه العناصر المهمة للصحة ينبغي استشارة خبير تغذية لبحث إمكانية تناول مكملات غذائية. أنا الحقيقة ما أعرف يعني كيف الواحد ما يأكل برجر اللحم. وأشار هورنز أن النظام الغذائي مستمعينا النباتي يعد أيضا بشكل عام مفيدا للصحة، حيث أنه يحد من خطر الإصابة بالبدانة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. مستمعينا ناخذ فقرتنا الحيوية، فقرة السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها دائما مع زميلتنا المبدعة الأخت أسماء الجناحي. صباح الخير. صبحكم الله بالنور سرور في عبد الله واختي آمنة وجميع مستمعين إذاعة نور دبي. أختي أسماء، أنت تتريين يوم الخميس. ويقولون الخميس ونيس. تفضلي. ونيس طبعا، أتمنى للجميع إجازة تكون سعيدة إن شاء الله. وفي عقب آخر فقرتي بقول لهم نصيحة، نأخذ جولة في قنوات التواصل الاجتماعي. من ضمن الأشياء اللي نحن مستمرين في نشرها في قنوات التواصل الاجتماعي هي نصائحنا لمرضى سرطان الثدي أو للوقاية من سرطان الثدي، وأيضا للصحة النفسية والكوفيد. يعني تقريبا 3 مواضيع نحن مركزين عليها بشكل كبير خلال هذا الأسبوع. نعم. من ضمن الأشياء اللي حطيناها الصحة النفسية لأولياء الأمور خلال جائحة كورونا. طبعا اللي يكون عياله مثلا عن بعد، واللي يكون عياله في المدرسة، يعني إذا كان في المدرسة بيتم يفكر، وإذا كان في البيت ما شاء الله اليهال يبادهم صراحة طولة بال. صحيح. الله يعين الأمهات ويعطيهم العافية. فكنا حاطين بعض النصائح لتخفيف الضغط النفسي اللي يكون على أولياء الأمور. فهاي موجودة أيضا في قنوات التواصل الاجتماعي، النصائح لمرضى القلب خلال جائحة كورونا، وأيضا للمرأة الحامل. فهاي 3 أشياء كنا وايد مركزين عليها خلال 24 ساعة الماضية. أيضا نحب نتذكر أو الحين مو بشرط أن الواحد إذا يبغى يأخذ موعد PCR يأخذ من خلال رقم مجاني، ممكن من تطبيق هيئة الصحة بدبي أنه يحجز في المراكز كلها، من الصيادين في ميناء الصيادين في الحمرية. وأيضا اللي في جميرة وميلس الراشدية ونادي شباب الأهلي ونادي النصر ومول الإمارات ومدرسة سنتر وديرة سنتر، هذول كلهم موجودين من خلال التطبيق الذكي، وممكن يأخذ موعد من خلال الأبليكيشن أو من خلال الاتصال ب 8342. أيضا بس نحب نذكر الجميع أن جميع الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة تحتاج إلى موعد مسبق، سواء في الرعاية الصحية أو في أي مركز ثاني. فكل الخدمات تحتاج موعد مسبق لازم يأخذونه، سواء كان لتطعيم الإنفلونزا، لفحص PCR أو لمراجعة الطبيب. وأيضا ننصحهم إذا كانوا مثلا يعني يقدرون أنهم يأخذون استشارات الطبيب للحالات الغير العاجلة، أن يستخدموا خدمة الطبيب لكل مواطن اللي هي متوفرة لهم على تطبيقهم الذكي. وفي ختام المداخلة هاي أحب أقول للجميع إجازة نهاية الأسبوع حاولوا تفصلون 100% من الشغل، وركزوا على الأشياء اللي أنتوا تحبونها، سووا شيء أنتوا تحبونه ما له علاقة بالشغل،
عسب يوم يرد يوم الأحد يردون بطاقة كبيرة إيجابية. الإنسان يحتاج أن يفصل عشان يخفف من الاسترس اللي عنده. دمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة الأخت أسماء الجناحي، وأيضا إجازة سعيدة لك. مستمعينا الأعزاء، من بعد فقرة السوشيال ميديا بناخذ فاصل، ولكن بعد الفاصل فقرتنا الثانية بتكون عن فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، وعندنا موضوع مهم، خدمة زراعة الكلى بمستشفى دبي بهيئة الصحة بدبي، وبتكون معانا ضيفة الدكتورة سيمة عبدالله العوضي، أخصائي أول أمراض الكلى بمستشفى دبي بهيئة الصحة بدبي. خلكم ويانا مستمعينا الأعزاء، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي، وأيضا من خلال برنامج صحة وسعادة نرحب بمشاركاتكم، اتصالاتكم، وأيضا ملاحظاتكم على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ فقرتنا، فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، من اختي آمنة العلي، خدمة زراعة الكلى بمستشفى دبي. بدأ طبعا هيئة الصحة بدبي من خلال قسم الكلى بمستشفى دبي بتقديم خدمة زراعة الكلى للراغبين من المرضى، طبعا هاي كلها وفق أفضل البروتوكولات والممارسات العالمية في هذا المجال. مستمعينا معانا اليوم الدكتورة سيمة عبدالله العوضي، أخصائي أول أمراض الكلى بمستشفى دبي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة سيمة صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح النور. مرحبا دكتورة، نحن نبارك لكم الحقيقة، يعني هذا الإنجاز الطبي العالمي، خدمة زراعة الكلى، وحابين الحقيقة نتحدث معاك في البداية عن الخدمات اللي يقدمها قسم الكلى بشكل عام بمستشفى دبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بكون سعيدة اليوم أن أرد على استفساراتكم عن الموضوع اللي هو زراعة الكلى. وعليكم السلام دكتورة. أول شيء كنا نبغي نتكلم عن الخدمات اللي تقدمها القسم، قسم الكلى في مستشفى دبي بهيئة الصحة، هو عبارة عن غسيل الكلى، غسيل عندنا نوعين، غسيل الكلى غسيل الدم وغسيل البريتوني، وعندنا طبيب مناوب، طبيب أخصائي مناوب 24 ساعة نغطي الحالات الطارئة اللي تدخل عن طريق الحوادث أو اللي تتحول علينا من كافة المستشفيات الثانية، ندخلهم ونقوم بال يعني الأشياء اللي المرضى يحتاجونها سواء كان غسيل أو سواء كان أدوية. إحنا نشوف الفئة العمرية اللي أكثر من 14 سنة فما فوق. الغسيل الدم تقريبا قسمنا تقريبا أكبر قسم، أكبر يونت في دبي، تقريبا عندنا بين دائما يكون بين 230 250 مريض يعني يكون موجود، ويغسلون في ثلاث فترات خلال اليوم، صبح والظهر وبالليل، تقريبا الساعة 11 القسم السكر إلا للحالات الطارئة اللي تدخل عن طريق الحوادث. الغسيل البريتوني اللي هو نوع ثاني من الغسيل، تقريبا عندنا 30 مريض وإحنا نعلمهم ونسوي لهم الغسيل وبعدين نخليهم يسوونه في البيت، هالغسيل طبعا يسوونه في البيت. طبعا عندنا أنواع أخرى من الغسيل اللي هو أحيانا البلازما وغسيل البطيء اللي نسميها حق الحالات الطارئة اللي يكون عندها هبوط في الضغط، نقوم فيها في الأقسام، المرضى اللي يكونون تعبانين مثل المرضى اللي عندهم تسمم، اللي عندهم هبوط في القلب، اللي عندهم مشاكل في القلب، نسويهم الغسيل البطيء. كل الأشياء هاي غير العيادات اللي إحنا يعني نشوف المرضى فيها، تقريبا عيادات متنوعة، عيادات كلى، نشوف المرضى اللي تتحول علينا من الأماكن الثانية، ونشوف المرضى الثانيين اللي من أول إحنا نتابعهم مثل مرضى الزراعة. الحمد لله والشكر بدأنا عملية الزراعة هالسنة الشهر 2، سوينا أول زراعة حق مريض، وأتوقع يعني كان في برنامج من قبل عن المريض اللي سوى زراعة أول مرة.
الحمد لله والشكر، والمريض الحمد لله بخير، ويعني وايد يعني حالته الحمد لله زينة، والحمد لله حتى حالة المتبرع الحمد لله بعد زين، لأن دائما هذا أهم شيء عنا أن المتبرع يكون بخير. صحيح. دكتورة كم عدد الأشخاص اللي قمتم بزراعة الكلى لهم؟ هو إحنا الحين سوينا حالة واحدة بس، إحنا مستمرين في توعية المرضى وفي إن إحنا نختار المرضى، لأنه هو وايد مهم إن إحنا نختار المريض اللي هو يكون المريض المناسب للزراعة ونختار المتبرع الصحيح. فهو في الوقت الحالي إحنا سوينا حق بس مريض واحد، بس المشكلة اللي استوت عشان الكوفيد 19 شوية خلى الأمور شوية تتأجل. صحيح تتأجل، أيوة، بس إحنا مستمرين إن قاعدين نشوف مرضى نشوفهم ونهيئهم، ويعني بس ننتظر مثلا أشياء يعني ثانية، يعني مثلا ممكن في مثلا مريض الحين في الويتنج ليست مالنا، بعد الحمد لله الكلى ما ستشتغل، يعني في ما في داعي إنه هو يزرع الحين. في مرضى ثانيين يعني ننتظر تحاليلهم إن أشعاعاتهم. دكتورة منهم أكثر الناس، يعني منو أكثر الناس عرضة أنه مثلا لازم هذا الشخص نسوي له زراعة كلى؟ هو المريض اللي يحتاج زراعة الكلى لازم يكون عنده فشل كلوي نهائي. الفشل الكلوي عبارة عن فشل كلوي حاد وفشل كلوي مزمن، فإحنا قاعدين نتكلم عن الفشل الكلوي المزمن اللي هو أسبابه كثيرة، بس أكثر الأسباب في الفئة العمرية اللي إحنا نشوفها السكر وضغط الدم. فيوم المريض يوصل للمرحلة الرابعة اللي هو الكلى تكون تقريبا 30% وأقل، يعني وأقل، نبدأ يعني المرحلة الرابعة والمرحلة الخامسة، الخامسة اللي يكون أقل من 15%، نبدأ يعني في توعية المرضى وأهاليهم عن إن كيفية الغسيل، أو إذا هم يبغون زراعة شو الأشياء اللي لازم يسوونها. ففي عيادة متخصصة حق هالشيء في مستشفى دبي، فالعيادة ما تكون موجودة في وايد أماكن الحمد لله إحنا سويناها، فالعيادة هاي اسمها مدرسة الكلى. فالعيادة هاي عبارة عن طبيب الكلى يكون موجود، وبعدين الممرضة أخصائية نفسية أخصائية تغذية، وهم كلهم يكونون موجودين، والمريض اللي في هالمراحل يكون مع أهله يجي على القسم، يكون في توعية عن أنواع الغسيل، وهم بيختارون أنواع الغسيل الموجودة، أو إذا يبغون يزرعون مثلاً طبعاً لازم يكون عندهم متبرع الزراعة. دكتورة المتبرع له يعني يقدر يمارس حياته الطبيعية بعد ما يتبرع؟ وشو يعني مثلاً إذا الشخص حاب يتبرع حق أمه أو أخو، شو الأشياء لازم تكون متوفرة في جسم هذا الشخص وتسمح له أنه يتبرع؟ إذا الشخص سليم وما يعاني من أي أمراض مزمنة، نعم، مثل السكر، مثل أمراض القلب، ويعني وعنده كليتين والكليتين يشتغلون بنسبة متساوية الكليتين مع بعض، وما عنده أشياء ثانية، يعني ما عنده مثلا تصلب الشرايين، ما عنده الضغط مثلا. في ناس حتى اللي عندهم الضغط ممكن يتبرعون، بس يكون الضغط يعني خفيف، يعني ويكونون مسيطرين عليه بس دواء واحد. نعم دكتورة، يقدر المتبرع يعيش حياته طبيعية بعد ما يتبرع؟ نعم، الشخص المتبرع يقدر يعيش حياة طبيعية بكلية واحدة. طبعا يوم يشيلون الكلى حق الإنسان اللي يعني حق الإنسان المريض، المتبرع بيعيش بكلية واحدة، بس هالكلية شوية تكبر عشان تقدر تشتغل عن الكلية الثانية اللي شايلين له إياها، ويقدر يعيش حياة طبيعية. بس لازم حتى المتبرع تقريبا مرة في السنة يتابع، يسوي تحاليل، ويمارس حياته طبيعية، يعني بس لازم يتجنب زيادة الوزن، لازم يراجع، لازم يكيف ضغطه، لأن هل الناس يكونون معرضين شوية لارتفاع ضغط الدم. نعم. دكتورة سيمة عبد الله العوضي، أخصائي أول أمراض الكلى بمستشفى دبي، الحقيقة يعني خدمة زراعة الكلى من الخدمات المهمة والمتميزة. نشكركم دكتورة، وشكرا على المتابعة، وشكرا على الاستضافة اليوم،
وإن شاء الله يعني موضوع زراعة الكلى موضوع كبير، وأكيد إن شاء الله بنحاول ناخذ معاكم يعني في المرات الجاية إن شاء الله وبنتكلم عن هذا الموضوع بشكل أكثر. شكرا دكتورة سيما. شكرا. أما الآن مستمعينا الأعزاء ومع الأخت آمنة العلي ومصطلحنا الطبي لهذا اليوم السكتة الدماغية. نعم، السكتة الدماغية تحدث السكتة الدماغية عند وجود انسداد في الأوعية الدموية للدماغ، ويعاني 15 مليون شخص في العالم من السكتة سنويا، 5 ملايين منهم يموتون و5 ملايين آخرين يبقون عاجزين بشكل دائم، مما يضع عبء على الأسرة والمجتمع. والسكتة غير شائعة لدى الأشخاص دون سن 40 سنة، وعندما تحدث فإن السبب الرئيسي هو ارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك فإن السكتة تحدث أيضا عند حوالي 8% من الأطفال المصابين بداء الخلية المنجلية، وإن ارتفاع ضغط الدم وتعاطي هي أهم المخاطر القابلة للتعديل، فمن كل 10 أشخاص يموتون من السكتة كان يمكن إنقاذ 4 منهم إذا ما تم تنظيم ضغط الدم لديهم. نعم أختي آمنة، ومن مصطلحنا الطبي لهذا اليوم السكتة الدماغية بناخذ فاصل، وبعد الفاصل مستمعين الأعزاء فقرة العلاج الطبيعي والرياضة، طريقة الجلوس الصحية للأطفال أمام الكمبيوتر والأجهزة التقنية. خلكم يانا مستمعين الأعزاء، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نذكركم دائما مستمعين الأعزاء بالاتصال معنا على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وفقرتنا الحالية مستمعينا عن العلاج الطبيعي والرياضة. طبعا هناك مستمعين الكثير من الدراسات العلمية من مخاطر الوضعيات الغير صحيحة للجلوس أمام الأجهزة والتقنيات أو الأجهزة الذكية والكمبيوتر، وخاصة في ظل جائحة كوفيد-19 وما يترتب على ذلك طبعا من تغيير في السلوك ونمط الحياة وتبني أنظمة التعليم عن بعد في العديد من دول العالم. للحديث مستمعين عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف أخصائي العلاج الطبيعي للأطفال بمستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي الدكتور أنس مصطفى. دكتور صباح الخير. صباح الخير أخي العزيز، كيف حالك؟ الله يحييك دكتور. طبعا من خلال المقدمة بأن يعني هناك الكثير من السلوكيات الغير صحيحة واللي تأثر الحقيقة على الإنسان، اللي مثل ما ذكرنا الجلوس أمام أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية وخاصة يعني في هاي المرحلة، وهاي تأثر طبعا. حابين دكتور نتحدث معاك عن المشاكل الصحية والمضاعفات التي قد يسببها الجلوس الغير صحي أمام الأجهزة التقنية. الله يسعد صباحك، صباح جميع المستمعين الكرام. موضوعنا اليوم مثل ما تفضلت موضوع كثير مهم، وهو مخاطر الوضعيات الغير صحيحة خصوصا لأطفالنا في ظل جائحة كورونا. إن شاء الله رب العالمين يزيل الوباء عنه عن الجميع يا رب. وموضوع كثير مهم خصوصا معظم المدارس تبعت أنه نظام التعليم عن بعد في عديد من دول العالم أقوي. صحيح. فموضوع الجلوس موضوع مهم جدا، هو من الأمور اللي يغفل عنها الكثير من الناس خصوصا. صحيح. لنفسهم أو لأطفالهم. هناك كثير من المشاكل الصحية والمضاعفات اللي إحنا نكون مش منتبهين إنه طفلنا عفوا منك قاعد بيأذي بحاله في هالجلسة اللي جلسها بشكل غير صحيح. بخفيش عليك أخوي العزيز، هناك مشاكل صحية ومضاعفات بسبب هذا الجلوس الغير صحي أمام الأجهزة بمختلفة، سواء الكمبيوتر، الآيباد، التليفونات. وعصر التكنولوجيا الحين احنا لازم نكون كثير مطلعين ومهتمين لهالنقطة. صحيح. معظم الأطفال خصوصا في موضوع الدراسة عن بعد اللي هو الأونلاين، هناك
فترات معينة بيجلسوا فيها يوميا، ما يعادل نحكي عن ساعتين لخمس ساعات أخوي. هذه عفوا منك الجلسة أوكي مع الوقت ممكن تسبب الكثير من المضاعفات إذا كانت بشكل غير صحيح، منها مضاعفات تصيب الجهاز العضلي للطفل، وخصوصا الأطفال في مرحلة نمو وعمر صغير، نحكي عن 4 سنوات 5 سنوات، هذا مرحلة تطور الحركة لسه. فمنها خصوصا منطقة الرقبة، هي منطقة حساسة، هي أكثر جزء تقريبا في العمود الفقري حركة، وذلك هناك بيصيب عفوا منك إذا كانت وضعية جلوس غير صحيحة تيبس عضلي في عضلات الرقبة، تيبس عضلي في عضلات الظهر، آلام في الذراعين، هو لسه عمره 5 أو 6 سنوات أو نحكي 7 سنوات، هذه المرحلة صحيح. فهناك خوف كبير بعد عفوا منك على اعوجاج في العمود الفقري، فبنلاحظ في أطفال يعني مرحلة عمرية بنحكي عن 10 سنوات أو 8 سنوات، مرحلة عمرية صغيرة تطلع عليه بيكون عفوا منك عنده صار اعوجاج، وإحنا بنحكي ليش الولد أو ليش الطفل عم بيمشي بهالطريقة، فإحنا ما لفتنا انتباه الطفل إنه لازم يعدل وضعية جلسته، لازم يعدل الظهر وضعية صحيحة. فكثير كثير كثير مهم ننتبه على وضعية الجلوس خصوصا في هذه الفترة اللي هي فترة التعلم عن بعد، وخصوصا للأطفال في مراحل عمرية صغيرة. نعم أستاذ أنس، ممكن نتعرف على الطريقة الصحيحة وضعيات الجلوس الصحي أمام هذه الأجهزة؟ نعم أختي العزيزة، هناك كثير من وضعيات الجلوس الصحيحة لازم نحن نتبعها قبل أطفالنا، وننبه نفسنا وننبه أطفالنا لها. كثير هناك وضعيات الجلوس خاطئة، لازم نتجنب هذه الوضعيات، وهناك وضعيات جلوس بسيطة جدا ومهمة. أولها وضعيات الصحيحة للجلوس أختي، أهم شيء وضع وزن الجسم كامل على الكرسي، ونتجنب أهم شيء نجلس على طرف الكرسي، وننبه الأطفال أنه لازم نجلس وزن الجسم كامل يكون على الكرسي. اثنين، هناك أهم شيء أنه يسند الطفل، خصوصا بحكي لك عن فئة الأطفال، وننبههم إحنا نكون تحت إشرافنا، نطلع عليهم دائما الراقب جلستهم، أنه يسند ظهره بشكل مستقيم لمسند الكرسي الخلفي. إذا كان عنده صعوبة ممكن يستخدم وسادة على أساس تكون داعمة للظهر. نعم. ونقطة كمان أختي العزيزة، وهي نقطة مهمة، يرفع راسه الطفل يكون تقريبا موازاة الشاشة أو موازاة الجهاز اللي بيستخدمه، ووضع الركبة دائما وضع الركبة يكون تقريبا بزاوية 90 درجة على مستوى الفوق أو أعلى شوي. وفي نقطة جدا مهمة أنا بحب أنبه عليها، خصوصا يعني معظم الأطفال ممكن يكون صعب عندهم الانتظام في الجلسة، بس لازم ننبه عليها، أنه لما يجلس الطفل على الكرسي يحط دائما يضع الأقدام عنده أو الإجري من تحت يلامسوا الأرض، ما يحط مثلا إجر على إجر أو يحط إجري مثلا على ترابيزة أو على كرسي صغير، لا لازم إجري دائما يكونوا ملامسات على الأرض. نعم استاذ، الحين تخليتنا كلنا في الاستوديو جالسين نعدل جلستنا، نبغى نعرف الحين احنا جالسين صح ولا ممكن صحيح. هذا عفوا منك، ممكن يعني انت ما تحسين في المشاكل الا لا سمح الله يجي صراحه تنبيه، صار عندي وجع رقبه، صار عندي وجع ظهر، ليش ايدي بتنمل، ليش عفوا منك ما ادري جسمي مكسر، فانت لازم هاي زي تنبيه يومي تحطه لإلك الارم. نعم. انت بالداون سواء للكبار او للصغار، فانا موضوع الصغار اليوم لانه هذا عفوا منك موضوع اللي هو التعليم عن بعد. زين استاذ، في ناس حتى ما يلسون لا على الطاوله ولا على الكرسي، هذا كيف هاي الاطفال كيف نتصرف معهم اللي يبقى مثلا بالبيجامه وينسدح ويتم يمكن 5 ساعات؟ هذه لازم ضروري جدا ننبهه، لازم وضعيه صحيحه، لازم كرسي، هني ها دور اولياء الامور. صحيح طبعا اختي، لازم دور اولياء امور جدا جدا مهم، خصوصا اختي العزيزه نتجنب هذه السلوكيات، لان هي عباره عن سلوكيات تتراكم، فبالتالي بصير عنده اعتياد يجلس بهذه الجلسه، وبعدين الاهل يلا نروح عند الدكتور نشوف الاخصائي نعمل اشعه، ليش احنا نوصل مرحله احنا بغينا عنها، هي خطوات بسيطه جدا ممكن نتبعها. نعم. في نقطه اختي حاب انبه عليها، هي موضوع المستوى عفوا منك ارتفاع الجهاز، هلا في انت ما فضلت ممكن ينسدح على الارض ويحط الجهاز، وهذا التصرف جدا غير صحي له. نعم. لازم يكون ارتفاع عفوا منك الجهاز موازي لمستوى النظر للطفل، حتى نتجنب اي ضغط على عضلات الرقبه، ونقلل الشد والتيبس لمنطقه الرقبه، هي جدا مهمه، ودور اولياء الامور مثل ما تفضلت دور مهم جدا. نعم. ننبه اطفالنا على هذا. صحيح.
الأستاذ أنس مصطفى، أخصائي العلاج الطبيعي للأطفال بمستشفى لطيفة. الحقيقة يعني معلومات ممتازة بخصوص موضوع طرق الجلوس الصحية للأطفال أمام الكمبيوتر والأجهزة التقنية. شكرا لك أستاذي. شكرا حياك الله. الله يسعدك. مستمعين الأعزاء، من فقرة العلاج الطبيعي الطريقة الصحيحة للجلوس إلى فقرة الصحة المدرسية. والصحة المدرسية دائما مستمعين الأعزاء أحد المواضيع المهمة التي تركز عليها هيئة الصحة بدبي ضمن جهودها المستمرة لتشجيع الطلبة على تبني أنماط الحياة الصحية للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة. للحديث حول هذا الموضوع المهم مستمعينا الأعزاء، معنا اليوم الدكتورة سوسن النحاس، أخصائي أول رئيس قسم الصحة المدرسية بهيئة الصحة بدبي. دكتورة سوسن صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح النور على أخوي. الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله لكل المشاهدين والمتابعين. الله يسلمك. إن شاء الله اليوم بنتكلم عن الصحة المدرسية. حابة أتكلم منك الصحة المدرسية بالبداية شو مفهومها. نعم. كصحة مدرسية هي الاستراتيجيات، الأنشطة، الخدمات اللي تقدم في المدارس لفئة الطلبة والطالبات من أجل تعزيز صحتهم من النواحي الجسدية، النفسية والاجتماعية، لأن كنا نعرف أن فئة الطلبة والطالبات من أهم الشرائح في المجتمع، وكثر ما إحنا اعتنينا فيهم نكون إحنا أسسنا عندهم سلوك صحي صحيح منذ الصغر، فبينعكس عليهم يوم يكبرون إنهم يقيهم من العديد من الأمراض الخطيرة مثل السكر، القلب، الضغط والسمنة. نعم دكتورة، ممكن تحدثين عن وجبة الغذائية وأهميتها للطفل بما في ذلك وجبة الإفطار؟ بالنسبة للوجبة الغذائية، طبعاً الأهالي لازم دائماً يركزون على أن عيالهم يأخذون غذاء صحي متكامل، يكون فيه خضروات وفواكه، يتجنبون كثرة السكريات والدهون، فلازم يتأكدون أن حقيبة الطالب تكون فيها كل العناصر الغذائية المهمة، ولازم يأكدون على عيالهم بأهمية وجبة الإفطار. نعم. وجبة الإفطار من أهم الوجبات، بتساعدهم على التركيز، بتساعدهم على الطاقة لأنهم طول اليوم هم محتاجين طاقة، نشاط يومي، تركيزهم، استيعابهم. حتى في عدة دراسات أثبتت أن الطالب اللي ياخذ وجبة الإفطار يكون عنده مستوى الأكاديمي أفضل من الطالب اللي ما كان يتناول وجبة الإفطار. صحيح. دكتورة سوسن، أنت تفضلتي بخصوص موضوع يعني أهمية الصحة المدرسية للأطفال، كون أن الطفل يعني هو يعني الطرف المهم، وأيضا يعني أنتم تأخذون الموضوع هذا من جميع الجوانب، سواء الجانب النفسي، الاجتماعي، السلوكي. دكتورة، لو تحدثينا يعني بخصوص هذا الموضوع، الدور التعليمي أو عفوا الدور التثقيفي في هذا الجانب، والأنشطة اللي يعني أنتم تحددونها خاصة في المدارس للطلبة بهذا الموضوع. طبعا برامج الصحة المدرسية احنا وايد يهمنا اللي هي برامج التوعية، وكذلك نعم. برامج الكشف المبكر عن الأمراض، فمن خلال التوعية نركز على أكثر المشاكل اللي احنا نشوفها. من أهم الأشياء اللي احنا نركز عليها حاليا اللي هي الوقاية من الأمراض، يعني هالسنة بالذات الوقاية من الأمراض المعدية، لأن احنا في سنة كوفيد، في الوقاية من الأمراض غير المعدية، في اللي هي أهم الأشياء اللي هي الغذاء الصحي والنشاط البدني، فاتباع السلوكيات الصحيحة لتغيير نمط الحياة للأفضل، فهاي من أكثر الأشياء. طبعا مع ذلك عندنا الصحة النفسية بعد من أهم الأشياء اللي موجودة اللي نركز عليها، فيكون في برامج توعية خاصة بالأطفال على حسب الفئة العمرية، يعني كل فئة نوعيها بالطريقة اللي تناسبها لأهمية السلوك الصحي. نعم دكتورة سوسن، ممكن تقولي لنا الحين في ظل جائحة كورونا كيف يعني كيف تثقفون أولياء الأمور، أنتوا شو دور الصحة المدرسية في هذا الوقت؟ أوكي، بالنسبة لدورنا في جائحة كوفيد، في البداية أول شيء سويناه كصحة مدرسية أن تأكدنا مع بداية العام الدراسي أن العيادات والكادر الصحي في المدارس مهيئ وعلى أهبة الاستعداد وجاهز بجميع المعدات، وجاهز حتى علميا ومعرفيا كيف يتعاملون مع أي
حالة مشتبه بها في المدارس، وأنهم هم جاهزين باتباع جميع الإجراءات الاحترازية لتقليل خطر الإصابة في المدارس. فهذا أول شيء كنا سويناه. بعدين دربنا الكوادر الطبية كلها، دربنا اللي هم مشرفي الصحة والسلامة في جميع المدارس الخاصة في دبي على جميع الغايدلاينز والدلائل الإرشادية المحدثة من هيئة الصحة، بالتعاون مع شركائنا من بلدية دبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية. فكنا متأكدين أن المدارس مستعدة بجاهزيتها ومستعدة حتى بالمعرفة. تأكدنا أن في غرف عزل في جميع المدارس الخاصة عشان أول ما يكون في أي حالة مشتبه بها تكون يأخذونها لغرفة العزل فيبعدونها عن باقي الطلاب. صحيح. بعدين طورنا في هيئة الصحة عدد من البوكلت، يعني الكتيبات اللي تكون كدليل إرشادي لأولياء الأمور، وطورنا حتى دلائل للمدارس نفسها، وفي عن طريق الويبينارز، وفي بعض المدارس بعد رحنا لها مثل لإعطاء تثقيف صحي لهم، فيعلمونهم مثلا على الطريقة الصحيحة لغسل اليد، على طريقة صحيحة لدبس الكمام، كيف لازم هم يتأكدون من التباعد الاجتماعي. فكانوا الأطفال يعني متعاونين مع الجميع، وأحسهم أنه خلاص هم بدأوا يستوعبون الموضوع، والتعليم في الصغر يكون فعلا أسهل. يعني أنت أي شيء تبني في الأطفال يكون أفضل حتى من الكبار، هم بسرعة يتعلمون وبسرعة يتأثرون. نعم. وهم هالشيء يوم يتعلمهم في الصغر يستمر معهم لما يكبرون، يعني ما يروح بسرعة، كثر ما أنت قدرت تتعلمهم في هالمرحلة العمرية يستمر معهم يوم يكبرون، نفس العادات والسلوكيات تستمر معهم. صح. دكتورة، عندنا مداخلة على أو عندنا رسالة من خلال الرسائل النصية. سؤال، يعني الشخص اللي يكون المسؤول يعني من الجانب الصحي في المدرسة، هل هو يكون مشرف يعني صحي ولا يكون ممرض؟ وكيف يتم يعني متابعة هذا الشخص من الجهات الصحية؟ هل يتم يعني متابعة الشخص هذا من ناحية التدريب من وزارة الصحة ولا من هيئة الصحة بدبي؟ بالنسبة للمدارس الخاصة تحت هيئة الصحة، المدارس الحكومية تحت وزارة الصحة. فإحنا بالنسبة لنا المدارس الخاصة جميع الأطباء والممرضين واللي عينوهم في المدارس كمشرف للصحة والسلامة كلهم قمنا بتدريبهم، والتدريب مستمر، يعني ما كان مرة واحدة، تقريبا نحن أسبوعيا نعطيهم حتى أي أبديت أي تغيير نتأكد أن هم عارفين، وفي حالة أن حتى أي درسة ظهر عندها أي حالة مشتبه فيها إحنا نكون معاهم، هم يعرفون كيف يتواصلون مع قنوات التواصل مع هيئة الصحة، فإحنا نكون معاهم خطوة في خطوة ونتأكد أن جميع الإجراءات اللي اتخذوها صحيحة. صحيح. وأيضا نحن نبى يعني ننوه للشخص اللي حب إنه يعرف هذا الموضوع بأن اللي موجودين في المدارس سواء الممرضات أو الممرضين اللي يشرفون على الطلبة هذيلا طبعا من جهات صحية معتمدة، ويتم تدريبهم وفق الاشتراطات ووفق يعني الإجراءات الدولية بحيث إنه يكون متدرب ومتمرس، بحيث إنه يكون يعني ممرض في هالمدرسة ويشرف على صحة الطلبة. جميع الأطباء والممرضين في المدارس مرخصين من هيئة الصحة. صحيح. دكتورة، أنت في البداية ذكرتي ونحن كلنا نعرف أهمية الصحة المدرسية طبعا، ومثل ما ذكرتي أن السنة هاي يعني سنة كوفيد 19، وهناك طبعا في اختلاف في البرامج الدراسية في نظام عن بعد والنظام الهجين وأيضا في الحضور. فكيف التحديات عندكم دكتورة السنة هاي بخصوص موضوع التثقيف وأهمية الصحة المدرسية وضمن الظروف هاي اللي هي فيها مثل ما ذكرنا اختلاف في التعليم أو برامج التعليم؟ بالنسبة للأطفال في مجموعة كبيرة في دبي تداوم في المدارس تحضر للمدارس، وفي مجموعة اختارت نظام التعليم عن بعد. فبالنسبة لنا حاليا الواحد يستغل حتى
التطور اللي موجود، نستخدم حاليا الويبينارز، نستخدم حتى ما نعطيهم كتيبات عادية، نعطيهم مثلا كتيبات فيها باركود، فتقدر ما توصل حتى للأهالي وهم في منازلهم. بالنسبة للويبينارز عن طريق المدرسة والطالب لازم يحضر، وإحنا حتى مأكدين على كل المدارس أن أسبوعيا لازم يكون عندهم حصة يثقفون فيها الطلاب عن الإجراءات الاحترازية وأهميتها. فكل مدرسة زائد إحنا نشرف عليهم من هيئة الصحة نتأكد أن هم قاعدين يعطون الطلاب. ففي الطلاب اللي في المدرسة يقدرون مع تطبيق الإجراءات الاحترازية يعطونهم بس كل مجموعة في الفصل نفسه، وفي عن طريق الويبينار عشان نقدر نغطي الطلاب اللي هم اختاروا التعليم عن بعد. نعم دكتورة، أيضا عندنا رسالة نصية يبون يستوضحون بخصوص موضوع لقاح الإنفلونزا، هل يعني متوفر، هل في حملات تثقيفية للطلبة بخصوص لقاح الإنفلونزا؟ بالنسبة للقاح الإنفلونزا، اللقاح متوفر في هيئة الصحة في دبي في جميع المراكز الصحية. اللقاح ننصح فيه طبعا، خصوصا للفئات في فئات محددة اللي تكون نعتبرها هي هاي ريسك، يعني هم معرضين أكثر، الفئة المعرضة أكثر لمخاطر الإنفلونزا ومضاعفات الإنفلونزا. ففي مثلا عندنا كبار السن، في المرأة الحامل، في بالنسبة للأعمار الصغيرة اللي تحت 5 سنوات، عندنا اللي عندهم أمراض مزمنة. فإذا كان مثلا حتى ننصح المدرسين والمدرسات أنهم إذا كانوا ضمن هاي الفئات أنهم يأخذوها، طبعا هي لجميع أفراد المجتمع بس إحنا نركز أكثر على هاي الفئات. في اللي عندهم أمراض مزمنة مثلا السكر من أفضل التطعيمات اللي ننصحها للأشخاص اللي عندهم سكر، أمراض في القلب، اللي عندهم نقص في المناعة، اللي عندهم ربو. فهذه للأشخاص ينصحهم أن أنتم معرضين أكثر لخطر مضاعفات الإنفلونزا، فالأفضل أنكم تأخذون تطعيم الإنفلونزا مرة سنويا. نعم دكتورة، بعد لو تحدثين على السريع عن البرنامج الوطني للتحصين وأهمية التزام الوالدين بهذا البرنامج للوقاية من الأمراض المحتملة للطفل. أوكي، بالنسبة للبرنامج الوطني للتحصين، هالبرنامج من البرامج اللي إحنا من أهم الأشياء اللي تقدمها الدولة مجانا للأطفال عشان تحميهم من الوقاية من الأمراض اللي ممكن الأمراض المعدية اللي ممكن الوقاية منها عن طريق اللقاحات. فإحنا نوجه رسالة لأولياء الأمور بضرورة تأكد أن عيالهم مستكملين لجميع التطعيمات حسب المراحل العمرية. احنا نوه يعني نحب ننوه ان المدارس رجعت تستأنف خدمات التطعيم، واحنا اشرفنا انهم هم يطبقونها مع الاجراءات الاحترازيه، فضروري جدا من الاهل انهم يكملون تطعيمات عيالهم. لاحظنا ان في بعض الاهالي تكون متخوفه في فتره كوفيد انها تكمل، بس احنا نقول لكم بالعكس الاجراءات الاحترازيه موجوده، الافضل انكم تكملون التطعيمات، والا بالعكس ممكن اليهال هذيلا يصيبهم امراض معديه من هاي الفئة الأمراض اللي ممكن بكل بساطة أن يكونها من التحصينات. فنحب نأكد على حتى الأهالي اللي عيالهم يتلقون التعليم عن بعد. نعم. أن المدرسة بتعطيهم، خليهم يسيرون المدرسة عشان يأخذون التطعيم، حتى لو ساروا بس في هذاك اليوم بيكون عندهم موعد، كل الإجراءات الاحترازية موجودة، يصيرون المدرسة بيأخذون التطعيم وعقبها عادي بيردون البيت. بس نحب نأكد عليهم أنه مش إذا هم اختاروا التعليم عن بعد يعني تفوتهم فرصة التطعيمات. صحيح. دكتورة سوسن النحاس، أخصائي أول رئيس ورئيس قسم الصحة المدرسية بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا دكتورة، وشكرا على جهودكم الحقيقة المميزة بخصوص موضوع الصحة المدرسية، كل الشكر والتقدير. شكرا. مستمعينا الأعزاء، وبعد ومن فقرة الصحة المدرسية وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم، ونتمنى إن شاء الله أن حلقتنا اليوم قدمت لكم المعلومات المفيدة، وهذا هو نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل المبدع معي اليوم في الإعداد الأستاذ حسني البلاونة، والتنسيق والمتابعة والإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وشكرا للزميلة آمنة آل علي بدعتي اليوم أيضا، وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، ودمتم بصحة وسعادة وإجازة موفقة لكم جميعا.
صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.